كتعرفوا المستوى ديال المخزون ديال المواد الطاقيه في المغرب خصوصا المواد البتروليه والمحروقات كتعتبر من الاولويات ديال هذه الوزاره. طبعا وصلنا الاكثر في قدرات التخزين اليوم عندنا في المغرب كتفوق 70 يوم قدرات التخزين كتفوق 70 يوم ديال الاستهلاك من غير وقود الطائرات اللي هو كيتعتبر مخزون تجاري. كتسهر الوزاره طبعا على مواكبه انجاز مشاريع المبرمجه من طرف الخواص. كيفما كتعرفوا شنا ليها في عده مرات في هذه القبه الموقره كاين استثمار برنامج استثماري ديال 1.2 مليار ديال الدرهم او ما يعادل واحد 9 الايام اضافيه ديال هذا المخزون. وايضا البرنامج الاستثماري الثاني ديال 700 مليون ديال الدرهم الى افق 2026 اللي غادي يزيد تقريبا 6 الايام اضافيه. اليوم كنشتغلوا مع صندوق المقاصه ووزاره الاقتصاد والماليه باش نحدوا بشكل واضح وبشكل ديناميكي المستويات الجديده المستويات المحينه والمستويات القانونيه للمخزون التجاري والمخزون الاحتياطي والمخزون الاستراتيجي. وطبعا كنشتغلوا على مع في اطار شراكات مع القطاع بين القطاع العام والقطاع الخاص مع السهر طبعا على توزيع هذه القدرات التخزينيه بشكل متوازن عبر ربوع المملكه.